تيسم مش تسمى وهذه وشنو وهذه وشنو هذه وشنو شميسة 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 راهي فوق قلتي لي حياتو هذه هذه ماشي سميشة هيا خلاص هذيك وحدة أخرى ضحيلي قولي ماما نحبك ما هذا اللي نحبك حليني 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 بشرط وحدة أخرى صح أجري ما تفوقوش لولادو عرفت به في عرس ومن بعد موراها جاو خطبوني كنت مازالني نقرا في المسيد يما قالت لهم مازالها صغيره جدو الله يرحمه قال بلي نحطوا اليد برك والوقت اللي كبروا حتى ولدنا مازالو صغير ومن بعد قبلوا قطعنا الشرط درنا الفاتحه كما يديروا كاع الجزائريين الفيونساي عامين من بعد غاب خويا بداوه الارهاب لو شاك هذاك قبل ما يدور العام مات بابا قبل 27 يوم ماتت يما ومع لو شاك تاع خويا الماكله ما رجعش ياكلها سمع واحد في لاماك تروح تحوس تشوفو راهو واحد ذبحوه وساولو تروح تشوفو تقول بالك وليدها خلق لها الكونسير دو سان كي داروا لها لا شيميو توفات دو سيونس توفات اللي كان خاطبني قال لي انا ما خليكش ودوك ما كان له اسمو اللي تصبري عليا باش نوجده لك جهازك وما يشبه نتزوجو ونعطيك عهد ربي سبحانه اني قدام خوك عهد ربي سبحانه ما يدور العام نعطي لك كاع رزقك تصبري عليا 15 يوم مور العرس تكون عندك الشومبرا ونسكنو عند ماليه مؤقتا خاطرش كان الشرط ديالي اني نسكن وحدي اخرتها ما كاين والو لا شومبرا لا دار لا جهاز لا والو زادت بنتي شهرين ضربني على سبا يعني كيما نقولوا ماشي ما غلطتش فيها يعني حتى كي غلطت معايا اختو ما جاوبتهاش ما تكلمتش ما ديفونديتش خزرت فيها برك ورحت هذيك الخزره كلفتني انه ضربني بكف وضربني بالسبته وانا دايره سيزاريان ديها دركا ومن بعد كي رحت عند اختي ما حبيتش نولي شرط علي انه الشرط الاولاني باش نتزوج معاه اني ما نسكنش مع ماليه قالي تصبري دوك نحوس الكرا نشوف كيفاش ندير نخرجو من تما كانت عندي انايا شويه دراهم خبيتهم كيما كابيتا ديسي تاع والديا كيما وهو يخدم من ميزي عاونتو بهم شرا الماشينات جا باش يخدم حصل في الحطب ما كاش استطيت له الذهب اللي عندي رهنو جاب الحطب خدم نهار اللي ديمونديت باش ينحي الرهان على الذهب ديالي ضربني بطابوري للراس قال لي ما تسالي عندي والو ويلا راكي مرتبتي ومن بعد حضروا فيها خوالي وخاوتي وخويا وكامل ايبا قال لهم انا نرجحوا لها عندك وشنو تصبر عليا وعلى بالي بلي غلطت معاها تسمح لي ومنا رجعت معاه ايبا دوك نشوف كيفاش بالك نبني لها فوضاوي مي بصح نتحفوا بنالي بصح بنالي الفوق ماشي الدار اللي ساكنه فيها سكننا فيها مده قريب عام ومن بعد باباه يعني باباه جا ليه جوي 9 تاع الليل السيد رجع يشوف في روحو بلي ماشي راجل وما نحكم فيه ويخافني يبان باش يبين لماليه والبابه اصلا بلي ما يخافنيش وما هو اللي يحكم ضربني بقرعه تاع كازوس دار لي 8 لي زغرا في راسي
داوني الجيران تخيط، ومن بعد جاو خوالي وكامل قالوا لي ما ترجعيش، خلي له دراري وما ترجعيش. ما قدرتش نخلي دراري، صح درت شكوى للمحكمة بيرموند رايس، دخترش ريحت 4 شهور عند خوالي وما حوش عليا ولا سقسا ولا. هذيك سمعنا وقفنا عند وكيل الجمهورية، قالت له ما تفهمتوش، تلقها ما تضربهاش، ما عندكش الحق باش تضربها. قالها هو انا غلطت معاها تسمح لي نرجعها. كي وليت لقيت البراكه تباعد ودراهمها صرفهم كي كان قاعد عند مالي. الحل اللي لقاه هو هذاك الوقت لقى بلي انا نريح عند خاوتي وهو يبات عند مالي، ويدي هذوك زوج دراري يدخلهم في كاش مركز. رفضت، كي رفضت ولينا من كراج لكراج ومن دار لدار. وليت قلت له شوف بلاصه وكي نلحقوا للسلعه نشوفوا كيفاش نديروا نشروها بالعقل ونبنيو. كما كان الحال شاف البلاصه هذه اللي انا ساكنين فيها، كانت هنايا شغل جبل، حفر قيس بيت الاولانيه برك حفرها كي لحق للسلعه. قال لي ما عنديش السلعه ما كاش دراهم. بديت نجبد انا بالعقل ونعطيلو، بنينا هذا البيت مازال ما كملناهاش، خاطرش كان هو اتفق مع ماليه كي بدينا حنايا نحفروا لهنا، اتفق مع ماليه انهم داروا له ديلي يشدونا عندهم. خرجنا في وقت الثلج من دارهم وتراب في الارض، وقت الثلج والبرد باب ما كانش. خرجنا في 4 زوج دراري صغار لهنا سكننا ما حوسوش عليه. كان هو يروح يخدم الصباح ويعني مشي، قال ربي يعلم كش كانت حالتنا، ماشي فقر، كتر من الفقر ما نقدرش نوصفه لك. كان هو يروح يخدم وانا نوض نعجن ونطيب باش كيما نقولوا ولادي يلقاو باش يفطروا خبز بالزيت ولا مسمن المفيد، ونوجد له ليه الخدمه كيفاش يخدم. يعني كيما نقولوا له كان يبني في هذا الجهه، نوجد له سافوطاج ديالو، نوجد سيمان، نوجد رمل، نوجد له الباربا. الا كان السور هذاك مازال ما تنبناش نوجد له الساس نحفره له، وهو كيجي يبني وانا نمدلو. و7 حنا كنا كملنا هنا البنيان، جاتو هو خدمه باش يروح يخدم دي بلاسمون، خلاني اون سانتر بزوج دراري هنا تراب. كي جا الحق ما حبيتش نحلو الباب، قلت له ماشي كل ما تنفح لك تروح تنسى بلي عندك دراري ومراه، وكي تنفح لك تعاود تولي تعرف بلي هم يستناو فيك. شوف جيب جيبهم شوف 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 شو
زيد خبز من الكوشه صاحيتي تمام باش ماركي راه عندك ياك وتصاور ما عندك قطعيها معليش او تيبي واش قلت لك هيا روح بصح ما تبطاوش وهيب جوديمه اي انت تقادر روحك وهي تقادر روحها وتمشوا كيف كيف في الطريق لا مشاكل لا هدره زايده ياك خسرت القضيه الاولانيه وانا كي خسرت القضيه الاولانيه هو جاني يصدم لي في الليل قدام الجيران يقول لها كيم تلقى بصح ما كانش واحد من الجيران يجي معايا للمحكمه يقول لي قال لك كيم تلقى ما كانش شهود ما كانش يحب يشهد باللي هاد الانسان تلقني وداير فيا الباطل انا ولادي ومن بعد واش قال لي هو كي خرجنا من القاعه انا تما وجعتني بزاف وجعتني وكي بعدت عليه بكيت نمشي ونبكي قال لي هاكي جريتي وشكيتي ما درتي والو ما قدرتي ديري لي والو قال لي بصح انا دوك نجري باش ندخل للدار سما حتى متلقني عند ربي سبحانه في الدين وفي الشرع متلقني يعيش معايا في الحرم في الدار درا عليا علاش في القوايا في الدوله تكزيستي عندها الوثائق ومن بعد انايا الجواب ديالي اللي رديته له قلت له الا كان رفضوا لي قضيه نرفع عليك زوج ولا كان رفضوا لي زوج نرفع عليك ثلاثه ولا كان رفضوا لي ثلاثه نرفع عليك اربعه قلت له ربي سبحانه ما ينساش عباده كي نقولوا بلي عيب عليك علاش تقول في المحكمه بلي الدار ديالك البراكه ديالك يا اخي انا اللي مديت لك دراهم يقول لي انت بوه انت تخمي على البراكه بلي انت مديتي لي دراهم انت وملكي ما كاش اللي سالي يقول لي ندير فيك واش نحب ما كاش اللي سالي كي رحت للكوميساريا قال لي دي ولادك وروحي وين حبيتي وخلي له الدار قلت له بلي مد بيت الخوه يروح يعيش فيها قال لي مادام ما تكسري ليش راسي انت دي مونديتي من عنده طلاق انت تخرجي له من الدار قزر في واحد لوفيسي واحد اخر قال له ديروا لها ورقه ودوها دخلوها لدار ابراهيم هي ولادها قلت له معليش جيت للدار غلقت كلش انا ولادي وما كذبش عليك جبت الطابونه حطيتها هنا في الوسط ودرت فيها كاع واش عندي زيت في الدار سخنتها شعلت لها نار قليله وخليتها تسخن بالعقل القانون ما حماناش كوميسار لابوليس ما حماوناش كل دار الشرع ما حماتناش زدت رحت للمير قال لي ما عندي ما ندير لك الامر يجي من الولايه قلت لها ما عرفش نروح نشكي ايبا ندير هاد الطريقه وهذا وشيوخ هذا واش قعد تسمى يا امباسي يريحوا انا وياكم ما تنرموش في الزنقه وفرات هذه هي نحي هذيك وانا ما نحيهم في اللي بلاصيهم خطاش يهبلوني نهار كامل وتكون الريح وراك باش البلسي اللي كسرهو لي وانا درت تحت بعد شنو هادي هادي شنو هادي شنو طوموبيل طوموبيل وهادي هي وهادي هي زدت عقل زدت هادي شترا وهادي انا ايه وهادي هي هادي قولي انت قولي سمين سميتها اسمها اسمها هذا حشم شو اللي يقول اسمها سميشة سميشة مش سميشة حياته هادية هادية ها وردة أربعة هي هادية وردة رفضت قضية تطلق الخامسة ورحت عند اسمه جمعية وسيلة طلبت محامية بدلت محامية ما حبيتش نخلي اللي كانت معايا بدلت محامية هو في الأصل حار كيفاش جبت له جيجمون تاع 2005
وكسرت عليها الشرع في المحكمة وعيطوا له باش يعاود يشارع عليها. رحت عند وكيل الجمهورية قلت له واش نقدر، قال لي دوكا انتي كجبتي لي هاد جيجمون واش كي طالبه بها دخلي للحبس. قلت له راني طالبه باش ندي التطليق، ومن قلبي يعني العدل، انا محتاجة تتحقق العدالة انه يتعاقب. وكي وقفت عند الجيج قلت لها باللي مدابية الجلسة الجاية ما تكونش بعيدة. قلت له دوكا ما عنديش القدرة، ما عنديش صحة لا باش نعافرو لا باش نصبرها لا باش نسمو. قلت له لوجه ربي ما تشوفش ليا، شوف لولادي، لوجه ربي لا ما تعطينيش تطليق عطيني خلح. ومن بعد قالنا دوكا لازمكم تعاودو تجوزو في جلسات صلح. جلسات صلح هادو ما تاع الخلع ماشي تاع، هو الحق تما تنخلع، كي سمع بلي انا درت له الخلع تنخلع. بصح باباه فرح، باباه بعث لي مع الامام قال له قول لها ما كان لا تقعدي تجري وكامل، نديك عند النوتير تنازلي على كلش، تنازلي على العده والمسكين وما يشبه، تنازلي على كلش وحتى على داري، تنازل على داري، تنازل بلي اللي ساكنه فيه بناء فوضوي وتنازل له عليه، وندي ولادي ونروح. خلاص يما عزيزي، خلاص خلاص دوك تجي نتفاهم مع هذاك فيلوها وليدي، هذاك فيلوها روح تجي ليك دوك نتفاهم، روح تجي ليك انا نهضر مع طاطا، تجي منا انا نهضر مع طاطا. لو 31 جانفي حكموا لي بالتطليق، ويعني صدقيني انا كنت دايره لا شيميو، كنت في الدار كنت مريضه. انا درتها كما نقولوا درتها نهار من قبل، وهذاك النهار صدقيني بلي الهضره ما نقدرش نهضر، حكم التليفون ومن الصباح من 11 وانا نعيط لافوكات. ومن بعد تعيطت لي لافوكات قالت لي حكموا لك بالتطليق، نفقه تاع ولادك قعدت هي 300000، قالت لي حكموا لك بالتعويض ضد الاضرار 2 ملايين، وحكموا له التعويض تاع الاهمال 2 ملايين، وتاع العده والمسكن 3 ملايين. قلت لها انا ما يهمونيش التعويضات، الحمد لله ربي سبحانه نصرني، ديتو تطليق. صح دايره كوراج لعمري، وعلى بالي بلي ما نوليش اللور مادامني على حق، والله ما نولي اللور، وحقي نقول لك حاجه كان حقي في التطليق، بصح حق الحقره وشقايا اللي داوه وشقى ولادي مازال ما ديتوش. انا حياتي ما ضاعتش، انا حياتي بدات كي تلقت تما بدات حياتي. عندك وشنو كي ما خسرت ولادي، هذاك هو، هذاك هو اللي سمع، هذاك هي الجائزه ديالي، ما خسرت ولادي. لي ضاع مني ضاعت مني صحتي، بلك ضاعوا مني دي سوفينير، بلك ضاعوا مني يا مات، بلك ضاعوا مني عوام. مي بصح انا حياتي حقيقه هي ولادي، ومادابيا مادابيا ولادي من الفوق ما ينقاسوش، ما ينقاسوش. نطلب كيما نقولوا ماشي غير انا، نطلبها ليا ولكاع دراري اللي راهم مساكن يعانيو، ولادي ما ينقاسوش.
Thank you.